بسم الله الرحمن والسلام على عباد الذين الصبر. ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين يا رب العالمين. أما بعد، السلام عليكم. الله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالأرض الأخرى. عليك الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن عوذ لله وما لهم من هاد وما في أعلى ضلالة وشوف ويرجع لهداية ومستأمر بغربة شديدة كحاضرة معه كرسول من الأنس كإما لم تدر عليك الموت من طرف المولى الذي خلق الموت والحياة يخلوا بك ما عندك حتى تأثير عما يقولون. كلهم مبنات أفكارهم وتبعا لأديان المشركة الضلالة الثمانية وثمانية. أليس الله بكافر عبده ويخوفونك بالذي من دونه ومن يريد الله فما له من هاد. هذه شبهة الله سبحانه. ومن يهد الله فما له من مضل حتى أو مهدي. ومن يهد الله فما هذا المنتظر وذكرك فرحة خليك عنده جدا من أول مهدي وسيهد بمن رب العالمين في آخر زمان. ومن يهد الله فما له من مضل أليس الله بعزيز ذي قبل ملك رب لا يغلب ومنتقم أعدائي الذين أضلوا وأضلوا. نسأل الله السلامة في كل أوطاننا وكل زمان ومكان بحق الرحمن.